اسمك الرحمن الرحيم. ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ تجوز الرحمة المقهور وعلي في خنقته محبوس، وعشان اسمك الجبار يا رب اجبرنا انا في كابوس. كتبت الرحمة على ذاتك واسمك وحده بركة ونور، وانا في روحي الامل ضلم وعالمفقود سنين مكسور. انا التايب في سكك الحزن خزني باسمك الهادي، انا اللي الدنيا عندتني ببنها مقفله قصادي، عالم باللي متكسر في روحي نجتني تعبي حيث